طيب، كنا قبل الفاصل واليومين اللي فاتوا دول ما كناش يمكن بنتكلم غير على أزمة منتخب الشباب في تونس. احنا معانا على التليفون دلوقتي عمر ربيع ياسين علشان يطمننا أكتر على حالة والده كابتن ربيع وحالة اللعيبة برضو. وكابتن ربيع بيقول لك إيه يا عمر؟ مساء الخير. مساء الفل عليك يا استاذه سهام، برحب طبعا بسلم على كابتن هاني. مساء الخير يا عمر، ازيك؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ كله تمام الحمد لله يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. دايما يا رب. طمنا يا عمر، احنا طبعا الاخبار، احنا بنتابع طبعا اخبار المنتخب واكيد اخبار الكابتن ربيع. طمنا على الكابتن ربيع وطمنا كمان على احوال المنتخب هناك والدنيا ماشيه ازاي دلوقتي يعني. والله يا كابتن هاني يمكن الحمد لله الدنيا كويسه، كابتن ربيع يمكن حالته الحمد لله مستقره. لكن برضه عايز اوجه، يعني عايز اقول حضرتك حاجه، يمكن اكيد حضراتكم عارفين طبعا، حضرتك وسهام، يمكن يعني موضوع الكورونا يا كابتن موضوع نفسي شويه، يعني هو الموضوع نفسي اكتر ما هو مرضي. يمكن لما بدا لما عرف ان هو عنده العينه اللي اتسحبت منه ايجابيه لحد ما يعني حصل له بانيك او حصل له كده يعني خوف شويه، يمكن اتنقل للمستشفى علشان يطمن اكتر، علشان يكون في رعايه طبيه اكتر، علشان يعمل الاشعات والتحاليل المطلوبه. يمكن ده حضرتك عارف ومتابع، يمكن انا اجلت ان انا اقول ان كابتن ربيع فين في المستشفى صحيح. علشان يمكن كان في يعني 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 الدنيا كلها كانت الدنيا لسه مش مستقره بالنسبه للولاد وبالنسبه للعينه ومباراه ليبيا، حاجات كتير قوي. فانا اجلت ان احنا نتكلم او نعلن عن وجود كابتن ربيع فين في المستشفى لحد ما الوضع يستقر. وزي ما حضرتك شايف يمكن الوضع مستقر، انا بتواصل معاه دايما من وقت للتاني. كابتن الحمد لله هو كابتن كويس وقرر زي ما حضرتك عارف اكيد طبعا، يعني سهام كمان يمكن متابعه الفتره الاخيره، ان سياده الوزير طبعا انا بشكره من خلال قناه النادي الاهلي، بشكره وبشكر الدوله المصريه وبشكر سياده السفير اللي من اول لحظه كابتن هاني كابتن ربيع خرج فيها من الفندق راح فيها للمستشفى، ما حدش سابه، اتصالات على طول 24 ساعة بيطمنوا عليه أول بأول. فالحمد لله الوضع الحالي هو قرر أنه هو يبقى موجود. يمكن كان سيادة الوزير مجهز له طيارة عشان يرجع بيها مصر، لكن زي ما حضرتك عارف هو في الأول وفي الآخر هو أب للولاد اللي موجودة في تونس، وهو مش هيرجع مصر غير مع ولاده صحيح. يعني دي الجملة اللي قالها لي، أنا مش هرجع مصر غير مع الولاد. يعني ربنا بقى كرمنا في مباراة تونس وكسبنا وكملنا وكسبنا الجزائر وكسبنا لا قدر الله حصل إخفاق، إحنا موجودين لحد آخر وقت. وزي ما حضرتك عارف في الأول وفي الآخر يا كابتن هاني يمكن الموضوع أنا شوية بحاول ألعب على الحتة النفسية، أطمنه دايما وإن مفيش حاجة وإن كل دي بس يمكن أعراض إلى حد ما. إحنا طمنا عليك يا كابتن ربيع عن طريق الإشاعات عن طريق المساحات، أنت بس كل اللي عندك. بس أنت عارف يا عمر، كابتن ربيع ياسين شايل مسؤولية كبيرة بقاله سنتين ثلاثة، ويمكن البانيك اللي جاله دوت خوف كمان على أولاده، خوف على عدم وجوده في، مع إن أكيد معاه وعنده ثقة كبيرة جدا في معاونيه، لكن كان حابب يكون مع أولاده في أول مباراة أو حتى في تاني مباراة، فممكن يكون البانيك ده من خلال قلقه كمان على ولاده وبعد عنهم شوية في الفترة اللي فاتت يعني. كابتن هاني يا أستاذ السهام، تخيلوا حضراتكم كده لما تكون مدير فني تعبان 25 شهر وتيجي فجأة في المسحة اللي قبل المباراة ب 24 ساعة ويكلمني في التليفون يقول لي عمر، أقول له نعم، قال لي أول مرة 13 لاعب أساسي عندي جالهم كورونا ومش عارف يعمل إيه. صعبة وبعديها صعبة. كابتن وبعديها سهام بخمس دقايق قال لي عمر انا كمان ايجابي وكنت نازل التمرين وجابوني من على الباب وعندي كمان ثلاث لعيبه ايجابي، يعني ثلاث لعيبه كمان ايجابي، عندي 17 لاعب انا مش عارف اعمل ايه. عمر هو حاسس بحاجه، في اعراض كابتن ربيع بيشعر بيها، صوته عامل ايه في التليفون لما بيكلمك؟ خالص زي الفل يا سهام، انا دلوقتي لو قاعد معاكي وفجأة مشيت وبعد كده عرفت ان انا مصاب، انت هجي لي فانك لوحدك ان انا في حاجه، انا عندي صح. انا بعطس، انا بكح، انا تعبانه. فالبانيك طبعا اللي جات له من المسحه هو ما عندوش اي اعراض خالص الحمد لله، لا سخونيه بس حامل للفيروس، حامل للفيروس، وده حال معظم اللعيبه اللي موجوده في المنتخب يا سهام. يعني معظم اللعيبه يا كابتن هاني ما عندهمش اعراض غير اثنين ثلاث لعيبه بالكثير قوي، ولكن اللعيبه والله يا كابتن يعني اقسم بالله اللعيبه كابتن يعني هدفها وكل املها ان هي ما كانتش ترجع مصر ولا حابه ترجع مصر علشان المجهود اللي عمله كابتن ربيع مع اللعيبه على مدار 25 شهر بجانب حلمهم يا عمر، بجانب حلمهم. انت عارف ده حلم جيل بحاله، واللعيبه دي تعبت كتير جدا وحلم جيل بحاله، نفسهم يشاركوا على المستوى الدولي في بطوله افريقيا وبعديها كاس العالم، فده كمان حلم. واحنا شفنا بصراحه رجاله يعني هم كلهم موقف اكتر من رائع للعيبه كلها بصراحه.
كابتن هاني حضرتك كنت مدرب منتخب اولمبي في يوم من الايام، وعارف ان اللعيبه ده كابتن لو لا قدر الله خرجت كابتن من البطوله دي لا ليها كاس امم ولا ليها كاس عالم، وخلاص كل واحد هيلعب مع ناديه في مراحل الناشئين، وده مش حلمهم ولا ده هدفهم. كل صحيح. واحد بسم الله ما شاء الله في منتخب 2001 كابتن هاني اسم مع فريقه، عربي بدر في النادي الاهلي، احمد عيد في نادي الزمالك، اسامه فيصل، حسام اشرف، بنتكلم يا كابتن في نجوم منتخب فعلا بيلعبوا مع الفرق الدرجه الاولى. تخيل حضرتك اللي بيفكر في احتراف واللي بيفكر ان هو يعلي عقده في ناديه واللي يلعب اساسي مع ناديه واللي يروح كاس عالم في 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 اندونيسيا، واللي كمان يا كابتن هنستعد ل 2024 باريس علشان خاطر يبقوا موجودين في الاولمبياد. فعشان كده كابتن بقول لحضرتك ان اللعيبه حاطه في دماغها كويس قوي ان مباراه تونس اللي جايه. وعايز اقول لحضرتك على حاجه، بعد ما اللعيبه شافت مباراه الجزائر وتونس اللي اتلعبت اول امبارح وخلصت 1-1 يمكن اللعيبه زادها اصرار اكتر ان هي تبقى موجوده. ومباراه تونس اللي جايه كابتن دي يوم الجمعه ان شاء الله كابتن، يعني ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله، زائد ان عند حضرتك عندك 6 ايام للمباراه الثانيه. منتخب مصر هيكون باي راحل بعد مباراه تونس وهيلعب الماتش يوم الخميس، على امل بقى كابتن هاني ان اللعيبه المصابه اي حد منهم ممكن في الفتره دي يتحول من ايجابي لسلبي ان شاء الله. اكيد ان شاء الله يبقى متواجد مع منتخب مصر. انا كابتن بطمن حضرتك وبطمن الناس، الكابتن ربيع ياسين حالته مستقره الحمد لله، والراجل موجود في تونس في المستشفى لحد دلوقتي وبيتعامل على اعلى مستوى، وان شاء الله يا كابتن يعني ان شاء الله يرجعوا منصورين ومتاهلين لبطوله امم افريقيا على خير ان شاء الله. انا بقى نتمنى كده، وانا وانا وسهام وكل الناس، حتى يا عمر انا حتى لا قدر الله لو ما حصلش او حصل شيء ان هم ما قدروش يوصلوا، ده يعني ربنا يستر وما يحصلش، لكن احنا بنكن لهم كل احترام يعني. صح. دول رجاله. كابتن ربيع ياسين عمل اللي عليه وزياده، كل الرجاله اللي موجودين هناك عملوا اللي عليهم وزياده، لكن كل الاماني الموضوع صعب اكيد، خساره 3-0 وعندنا مباراه مع تونس والجزائر، فالموضوع صعب لكن مش صعب عليهم. وبعد انت ما طمنتنا كمان بعد مباراه تونس والجزائر، وشايفين ان هم الاولاد شايفين ان هم عندهم المقدره الفنيه ان هم يعدوا تونس، وان شاء الله باذن الله بعدها باسبوع يعدوا الجزائر. فكل تمنيات بالتوفيق ان شاء الله لمنتخبنا، والف سلام على الكابتن ربيع ياسين، وصل لنا يعني صوتنا وسلامنا للكابتن. انا اخيرا بس كابتن هاني بس فضل. انا عايز اقول حاجه بس، واكيد حضراتكم اتكلمتوا فيما وهتتكلموا فيها، انا كابتن دلوقتي مش عايزين نتكلم في اي حاجه غير المنتخب وغير سلامه الاولاد، مش عايزين يا كابتن، عشان انا شفت كلام امبارح يا كابتن كده كلام فرعي يعني يا كابتن، يعني انا في الحاله دي انا ما ينفعش اتكلم غير في حاجتين، يعني مستقبل منتخب مصر الشباب في المباراه اللي جايه، وكمان يا كابتن اتكلم على ان انا اشوف حاله الولاد واطمن عليهم. لكن أهم حاجة. اي كلام فرعي انا حضرتك تتفق معايا اكيد طبعا، سام تتفق معايا ان يا كابتن مش وقته خالص الكلام ده، لكل حدث حديث لما يرجعوا بالسلامه نبدا نشوف ونفكر ونتكلم. صحيح انا بتفق معاك، ربنا يشفيه يا رب ويقوم بالسلامه طبعا. ده اللي بنعمله طبعاً. يعني احنا بنتكلم على اسف اتفضل. لا اتفضل كملي. انا بتكلم على انه لا ده مجهود هو خايف، انت كنت بتقول قبل مداخله عمر ده خوف على الولاد وخوف. صحيح. على مجهوده اللي عمله. صحيح. لمده 3 سنين تقريبا. صحيح. فان شاء الله يعني يرجعوا منصورين. احنا لسه كنا بنقول يا عمر قبل ما تنضم لينا على التليفون انه ده ممكن يكون ربادره النافع، يعني صحيح. ممكن ده يديلهم الحماس اكتر والباور اكتر ان هم فعلا يعملوا حاجه في الدوره دي، في دوره شمال افريقيا ان شاء الله. فحتى هم يعني انا حاسس يعني ده قرار لعيبه، افتكر انه ده قرار لعيبه ان هم يستمروا يحافظوا على المشوار والمجهود اللي تعبوا فيه بقالهم 3 سنين، فان شاء الله يحققوا بده ويفرحوا كابتن ربيع اولا اللي بيقوم بادوار افتكر ان هي مش ادواره، يعني على مدار يعني مشواره او اللي بيحصل مع المنتخب ده منتخب الشباب، فصعب جدا. ان شاء الله يحققوا نتيجه كويسه مرضيه ان شاء الله. واحنا بنشكرك جدا جدا عمر ربيع ياسين كان معانا على التليفون زميلنا العزيز. شكرا يا عمر، تحياتنا للكابتن ربيع وسلم لنا على الكابتن. شكرا تحياتي. شكرا حبيبي.